السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين المجالات المغناطيسية الخاصة بالملفات اللولبية والحلقية مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية كل درس بيومه. يتدفق تيار مقداره 2 أمبير خلال ملف لولبي يحتوي على 1000 لفة ويبلغ طوله 40 سنتيمتر. ما مقدار المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي؟ مسألة بسيطة، تعويض قانون تعويض جوافة بتجي باختيار من متعدد، لكن لازم تتدرب عليها. عوضنا بهذا الشكل. حتسألني ليش قسمت على الألف على هذه؟ لأن N سمول هي عدد اللفات في وحدة الطول، هو أعطاك عدد اللفات الإجمالي وأعطاك الطول، أعطاك الطول بالسنتيمتر، أنت لازم تحوله للمتر. إذن هاي معاملة النفاذية، هيدا التيار، هاي N سمول اللي هي عدد اللفات الكلية على وحدة الطول بالمتر. وفي رعاية الله.